ناري ألف مبروك اليوم. الله يبارك فيك. صعب المباراة ولا في شيء سهل؟ صعب ما دام تلعب البطولة. دائما أي خصم يقابل الهلال يلعب بكل القوة. الحمد لله احنا الكرة تعرف ظهر علينا في ثلاث مباريات الماضية، نضيعوا في أكثر من فرص. الحمد لله اليوم جسمنا في نهاية المباراة، ورغم كنا انهم مباراة مش الأول، لكن تعرف الضغط كيف يكون على اللاعبين، مش شيء سهل، لكن الحمد لله نعد جمهورنا إن شاء الله النهاية يكون مع الاتحاد في الرياض بإذن الله. طارق، وانت لاعب متواجد من فترة في الدوري السعودي، كذا تحس انه اي فريق يقابل الهلال يلعب بشكل مختلف؟ والله طبيعي، فريق كبير مثل الهلال تلعب تحت ضغط، الفرق كلها تعمل الهلال في حساب، ولهذا مستحيل تكون مباراة سهلة ضد اي اصغر فريق ولا اكبر فريق. لهذا احنا مركزين على كل مباراة، وان شاء الله نوصل للنهاية نلعب ضد الاتحاد في الرياض ونفرح الجمهور هذا اللي حضر اليوم ان شاء الله. طارق، الاحداث اللي صارت في الهلال اثرت على اللاعبين، اليوم اللاعبين كانوا يحتاجون فوز، انتم اليوم حققتوا الفوز، القادم بالنسبة لكم؟ احنا ان شاء الله عندنا 12 اليوم ناخذ فيه بنفسنا ونرتاح فيه ونراجع حساباتنا، ان شاء الله مباراه الاتفاق نكون جاهزين بلاعبين دوليين، وان شاء الله نحقق الفوز ونلعب النهائي. وصراحه تعبنا فيه الموسم هذا حكم اصابات، حكم غياب اكثر من لاعب، ضغوط على نادي الهلال، لكن ان شاء الله نحقق البطوله نفرحوا بها الجمهور هذا ان شاء الله. بتحقق البطوله طارق اذا السنه برضو نفس العام؟ متعودين ان شاء الله باذن الله. شكرا.